السلام عليكم. اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، aujourd'hui mardi 5 سبتمبر 2023. الحلقة 289، المحجوبي أحردان. قبل ما ندوز لهذه الحلقة، البوين سينيالي من جديد بأن الكتب ديالي البيع ديالهم ما كيتمشاش كما بغيت، كما تمنيت، ولهذا كنطلب منكم باش تكوموندو من عندي الكتاب ديالي ريزون ديتا ديديكاسي داتي اتسيني، والكتاب ديال لو سكري اوناراب راه موجود تمن ديال ريزون ديتا 200 درهم، والثمن ديال العربية دو سكري بالعربية 100 درهم. شكرا. دابا غندوز للحلقة ديال اليوم اللي هي خاصة بالمحجوبي أحردان، أكبر خائن في المغرب، أكبر منافق، أكبر خطاف، أكبر شفار، هاد الخطاب كان اللي هو أمازيغي زايد في فير 1910 ا أولمس، وبقى عايش بريسك ان سياكلي. حتى السنة ديالت 2010 ولا 2008 ولا 2007 فاش توفى. هاد المحجوبي أحردان كان بواه قايد في هذيك المنطقة ديال أولمس، وهو حتى هو كان في هذيك المنطقة كان فيها قيد في المنطقة ديال أولمس. في أيام ديال الاستعمار كانوا جميع القياد سناو واحد اللائحة كيطلبوا فيها باش الحكومة الفرنسية تحيد الملك
محمد بن يوسف من العرش ودير في بلاصتو محمد بن عرفة. هادو جميع القياد وجميع البشوات للبشوات كلهم كيطلبوا عندهم الطلب داروا لفرنسا. هذه مؤامرة ديال هذوك القياد اللي كيتعاونوا مع السلطات الفرنسية. ما بين هاد القياد اللي سنوا هذيك الوثيقة محجوبي أحضان، وجميع القياد اللي كانوا في هذيك الوقت سنوا هذيك الوثيقة. في الوقت اللي فاش جا الاستقلال، فاش بداو المفاوضات ديال الاستقلال ديال اكس ليبان، بداو في سنة 1955، وفي 20 غشت 1953 حتى 20 غشت 1955 كانت المقاومة في المغرب، ولكن المقاومة ديال المغرب ما كانتش مقاومة كبيرة، كان داكشي كان قليل. في أوت ديال 1955 فاش فرنسا قررت باش غادي يرجعوا العائلة الملكية للمغرب، وغادي يرجعوا الملك محمد الخامس للعرش ديالو. فهاد سنة 1955 محجوبي أحرضان هو الدكتور عبد الرحمن الخطيب، تا هاد الخائن تا هو كان تا هو أكبر شفار في هاديك الوقت وأكبر خطاب. غادي يتفق مع محجوبي أحرضان باش غادي يوجدوا واحد ديفيلي ديال المقاومة الوهمية، إنه المقاومة ما كانتش منظمة مزيان في هذيك الوقت. هادوك 8000 ولا 10000 اللي داروا بهم واحد ديفيلي في الرباط، هادوك راه كلهم سي دي فو ريزيستون، هادوك غير الناس ديال البادية ديال العائلات ديال أحرضان وديال الخطيب، جابوهم عطاهم دي تريي وعطاهم كحل قدام فرقهم عليهم ودارو بهم ان ديفيلي، وتسمى داك الديفيلي ديال المقاومة. في هاد الديفيلي كانوا حاضرين فيه محجوبي أحرضان والخطيب، تا هما لابسين تريي وهزين المكحل تا هما، وكان حاضر فيه معاهم
ولي العهد لو برانس مولاي حسن. هذا الشيء وقع في عام 1956. من هذاك الوقت ولو فون دو كوميرس ديال لا ريزيستونس في الملكيه ديال محجوبي احردان وعبد الرحمن الخطيب، هادو هما اللي كيتفاوضوا في بلاد المقاومين المعقولين. المنطقة ديال الريف كان فيها عباس مسعدي هو اللي مكلف فيها، ولكن في هذيك المنطقة المقاومين كانوا حفيانيين، ما عندهم صوابط، عريانيين، ما عندهم شي حوايج قام مشروطين، تيقتلهم غير البرد والجوع. حتى تلاقاو مع المقاومة الجزائرية وداروا معها اتفاقية باش غادي يبقاو يحاربوا الاستعمار حتى تستقل الجزائر. فهاد بعد هاد الاجتماع ديال المقاومة الجزائرية عطاو واحد العداد ديال الحوايج لي تري ديال ميليتير، وعطاو كذلك واحد العداد لا بأس به ديال المكاحل باش كانوا كيتقاتلو في الريف. الزعماء اللي كانوا ديال المقاومة الحقيقيين كانوا كلهم كلاسيين، بحال بن سعيد أيتي الدر، هذاك ما تيخلوش يهضر، هذاك مقاوم ديال المعقول، ولكن ما عندوش لو بوا قدام محجوبي أحردان وعبد الرحمن الخطيب اللي كانوا عندهم بالأخص علاقات مع لارين مير، هي اللي كانت تزعمهم. وهي اللي كانت توصي الملك محمد بن يوسف محمد الخامس والابن ديالو ولي العهد مولاي الحسن باش يتفاوضوا مع محجوبي احردان ومع عبد الرحمن الخطيب. في شهر ماي 1956 تأسست الأمن الوطني، تأسست إدارة الأمن الوطني والجيش الملكي. الجيش الملكي اللي داروا الضباط ديالو، وهما دوك الضباط اللي كانوا داروا الحياة ديالهم في لي تروب ديال لارمي فرونسيز وديال لارمي اسبانيول. هادوك لي زوفيسيي سوبالترن أو لي سوز أوفيسيي، هادوك الضباط الصغار ودوك الضباط ديال الصف اللي كانوا في الجيش الفرنسي
وفي الجيش الإسباني، هما اللي عادوا الضباط الكبار ديال الجيش الملكي في المغرب. الجيش الملكي اللي كان على الرأس ديالو الشيف ديال ليتا ماجور الأمير ولي العهد مولاي الحسن. هاد محجوبي أحرضان وعبد الرحمن الخطيب هما اللي تعاونوا مع لا بوليس بوليتيك ديال محمد الغزاوي اللي كان المركز ديالها وهي 6 أيام رونديتمان ديال درب البلدية في كازابلانكا. غادي يتعاونوا معاهم باش غيديروا واحد الفخ العباس المساعدي. عباس المساعدي كان هذيك الساعة الناس ديال المقاومة ديك الوقت منهم عباس المساعدي كانوا كيتفاوضوا مع المهدي بن بركة اللي كان كيتفاوض معاهم بالاسم ديال الاستقلال، وكانوا كيتفاوضوا مع ولي العهد باش يدوزو لجهة القصر الملكي. في هذا الوقت كانوا داروا واحد الفخ العباس المساعدي. العباس المساعدي كان جاي من الريف وعنده معيد في فاس مع المهدي بن بركة. غادي يشرو هادوك المقربين بزاف العباس المساعدي منهم الشوفور اللي كان تيسوق بيه واللي قرد كور ديالو، وغادي البوليس ديال 7 أيام رونديتمان هما اللي غادي يلبسوا الجلالب وغادي يتلقاو، يكون عندهم الأسلحة ديالهم وغادي يتلقاو السيارة ديال عباس المساعدي. كانت عندهم معلومات مزيانة على الوقف فاش خرج من المنطقة ديالو. وجاي في الجبال ديال الريف تما فين غادي يتلاقاو به. غادي يصفو غادي يصفوها مع عباس المساعدي. الشوفير ديالو غادي يهرب وليغارد كور ديالو حتى هما غادي يهربوا، لان هو هادو الثلاثه كانت فكرشهم العجينه، كانوا مخلصين قبل على هاد الخيانه ديالهم. والسياره ديال عباس المساعدي ساقها واحد ديال من 7 أيام رونديتمان وجابوا السيارة حتى الفم واحد الفيلا في مدينة فاس وحطوها تما. هادشي في الليل، ملي طلع النهار السيارة فيها لوكور ديال عباس المساعدي وفيها الدم
قدام هذيك الفيلا اللي كانت هي المكتب الجهوي ديال حزب الاستقلال اللي كان في فاس. هاد في هذيك الوقت كان مهدي بن بركه ملي كيشد شي فيلا ولا شي دار ولا شي حانوت تيديروها مكتب، تيدير كل شيء في الاسم ديالو هو. علاش؟ لان اذا كان في الاسم ديال الحزب غيلقى صعوبات باش يدخل الضوء. الضوء الا بغيتي تدخلو تيخصك مشاكل مع هذوك الشركات اللي كانوا ديال اللي كيوزعوا الكهرباء والماء. كان تيخصو كيدير كونترا في سميتو هو وكيخلصها من الفلوس ديال الحزب. هادشي علاش كان مهدي بن بركة كاع هادوك لي زاجونس اللي كانوا عند الحزب في البلدان الكبار ديال المغرب كان ديرهم في سميتو في الاسم ديالو. منين غادي غدخل لا بوليس جوديسيير غيديرو كونستا بان هو لقاو عباس المسعدي مقتول في لابواتور. هادشي هاد الخطة دارها في الحقيقة محمد الغزاوي، هو دار هاد الخطة مع الشاب الكابيني ديالو دريس حفصار. داروا هاد الخطة باش يصيفطو المهدي بن بركة للسجن. وفي هذيك الوقت كان محمد الغزاوي هو اللي يديريجي كاع لي باركي ديال المغرب اللي كانوا ديك الساعة وكلاء ديال الملك في المغرب، كانوا كلهم تينفذوا الأوامر ديال محمد الغزاوي، هو اللي كان تيحكم فيهم. داروا هاد اللعبة هادي داروها باش يغرقوا مهدي بن بركة. ولكن منين وصلت الأخبار للملك البلاد محمد الخامس غادي يدير المجهود ديالو باش محمد الخامس كان واحد الانسان ما تيبغيش الصداع، ما تيبغيش شي تعرف هذا الشيء اللي تقول ليه الاخبار لي ميديا غينوض الصداع بزاف. ولهذا كنتي بغيت السلاك ديال الامور بخير. غادي يدخل هو بنفسه باش غادي يحل هذا المشكل، غادي يكلاسيو هاد القضية ديال عباس مسعدي. هاد القضية لعب فيها واحد الدور كبير محجوبي أحرضان وعبد الرحمن الخطيب. هادو كانوا في نفس الوقت عطينا الخطفة في المغرب، الخطفة على الجهد والصفرة، عاموا على بزاف ديال الفيرمات اللي كانوا هما اليوم هربوا.
ودخلوا تا هما الصحاب بزاف ديال لي زافير اللي دخلوا اللي رجعوا اللي دخلوا المغرب دون لو كادر دو لا ماروكانيزاسيون. من بعد شي سنين من بعد غادي يتفرقوا وغادي كل واحد يمشي في الطريق ديالو. عبد الرحمن الخطيب غادي يدير واحد الحزب ديالو وحدو وغادي يبقى هذاك الحزب ناعس عدة سنوات حتى التسعينات فاش غادي يرجع هو الحزب ديال المجموعة ديال بن كيران الحزب ديال بن كيران. عبد الرحمن الخطيب كان تا هو أكبر خطاف وأكبر شفار وخطيب في هذيك حرزان كان سوا ديزون أن بانتر ولكن كانوا عنده اللي كي يديروا ليه هذوك الطلوات هو تيخلصهم وكيدير لا سينياتور ديالو. انا واحد الخطره كان قال لهم في واحد ليكسبوزيسيون واحد العدد كثير ديال اللي طردوا اللي جاب قالوا لي واش هذا الشيء كاع انت اللي درتيهم؟ قال لهم نعم. وفي الحقيقة راه كان تيخصو يمكن يدير خمسة ولا ستة طبلوات في النهار باش يدير ذاك العدد اللي هذا الشيء مستحيل ما يمكنش الواحد البانتر كيما كان لو طالون ديالو باش يدير خمسة ولا ستة طبلوات في النهار. حرضان من بعد غيبداو ليه القوالب في هذاك الحزب ديالو وغادي يدير واحد الحزب اخر وغادي يدخل بزاف ديال الحكومات غيكون وزير ديال البريد وزير ديال الفلاحة هو اللي غادي يطلع هذاك الزعيم ديال الحزب ديال حرضان الحركة الشعبية. غادي يدير داك الحزب الاخر الثاني وغيدير دوك الزعماء القدام اللي كانوا معاه غيدوزو مع حرزان للحزب الثاني ويبقى يوقع بزاف ديال القواد ما بين الاحزاب ديال الحركه الشعبيه في هذيك الوقت اللي كانوا غير الأميين في هذاك الحزب اللي كان زعمو محجوبي أحرضان هو أكبر أمي وأكبر مكلخ. حرضان كان عنده مزوج واحد القورية
وكان عنده كان عنده شي ولد ولا زوج. هنا غادي نوقف في هذه الحلقه، نقول لكم الى اللقاء الغد ان شاء الله.